ننتقل إلى دور النيابة العامة في مكافحة المخدرات. وكيل النيابة حمد الغيان ممثلا للنيابة العامة. السلام عليكم. أولا أرحب فيكم. نبدي فيما انتهى به الزملاء، وإحنا عملنا في الناحية العملية يبدأ فيما انتهي به الزملاء. بعد ما يكون ضبط المتهمين في المضبوطات، يعرض المتهم خلال 48 ساعة دار عامة تحيل المتهم إلى النيابة العامة، ونحن نقوم جهة كنيابة المخدرات والخمور توجيه التهم للمتهم والادعاء والتصرف بالقضايا المرتبطة بالمخدرات وقضايا المخدرات، منها قضايا الجلب من الخارج والإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقضايا التعاطي من المخدرات والمؤثرات العقلية، وشكاوى الإدمان تكون من أهالي المدمنين. طبعاً المشرع أعطى فرصة للأهالي إذا كان لهم أحد من أقاربهم أن يشتكي للنيابة العامة إذا كان كويتي، أو شكوى بطريق استاذ النائب العام إذا كان أجنبي، ويكون تحقيق بالنيابة لا يطبق عليه قانون الجزاء، سواء نأمر بضبط أحضار المتهم ونحيله للعلاج. هذا طبعا هذه ميزة المشرع أعطاها للمدمن، مراعاة ظروفه. وإحنا ما نقول إن المدمن قد يكون مريض أو مبتلى هذا الداء، داء المخدرات أو المؤثرات العقلية، فهذا المشرع أعطى فرصة للأهل أن تكون بدون تطبيق قانون الجزاء عليه. دور النيابة العامة خاصة في التصرف في القضايا، قد يكون بعد ما يحولون الزملاء علينا أحد القضايا، فقد يكون التقارير أو الاشتباه في المواد، أن ما بعد ما تصدر تقارير تطلع التقارير خالية من أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، فتقوم النيابة العامة ممثلة في النيابة العامة للمخدرات والخمور بحفظ القضية، ويكون المتهم أو الجهة حق التظلم من قرار ذلك الحد، أو إذا نتج على التقارير إيجابية تقوم النيابة العامة بإحالة قضية إلى المحاكمة الجزائية طبقاً القيد والوصف المدرجين في القضية. طبعاً نيابتنا خاصة هي نيابة، إحنا نيابة عامة لا تتجزأ، بس خاصة نيابتنا تعطي أذنات التفتيش. قد يأتي بعض التحريات على بعض المتهمين أن يتاجر، يتعاطى، يزرع، فنعطي إذن للوزارة الداخلية بضبط المتهم وتفتيشه، وإحالة المتهم بعد ضبطه وتفتيشه إلى النيابة العامة لتوجيه التهمة، وتمكين المتهم طبعاً من الدفاع عن نفسه. طبعاً نحن عملنا ينحصر في بعض قوانين المخدرات، قوانين الجزاء والإجراءات الجزائية. طبعاً لاحظنا بعد إحصائية تم عملها بالنيابة العامة لسنة 2010، طبعاً إحصائية حتى تاريخ 31/7/2012، أن سنة 2010 عدد إجمالي القضايا 1040. هذه في خلال السنة كاملة، يعني 2011 كاملة، المتصرف من 999، وباقي اللي هو الباقي ليه سنة 2011 41 قضية. أما سنة 2011 عدد الإجمالي وصل إلى 1123، أي زائد عن الرقم اللي هو 1040، المتصرف من 1069، والباقي 54 تم ترحيلها إلى 2012 حتى تاريخ 31/7/2012. قضايا المخدرات والخمور ولا بس؟ هذه قضايا المخدرات والخمور، بعدها قضايا الإدمان، شكاوى الإدمان. يعني حتى تاريخ 31/7 وصلنا إلى 860 قضية، وتم التصرف في 804 على ما خاب ظني أنه وصلنا إلى 2012 شهر 12 ل 1500 قضية.
يعني طفنا سنة 2011 400 قضية حول تقريبا. طبعا احنا في غض بعض الصعوبات اللي تواجهنا في النيابة العامة، خصوصا في تأخر بعض التقارير، يعني احنا محصورين، خصوصا المشرع اعطانا حق حجز المتهم 10 أيام، فاحنا مضطرين ان نتصرف في المتهم خلال 10 أيام، قد تكون كمية كبيرة والكمية ما مشتبه فيها، ما ندري هل هي مخدرات او مؤثرات عقلية او خالية من اي مواد، فنقوم بحجز المتهم تحفظيا ونطلب من الجهات المعاونة ان يزودونا بالتقارير اللازمة، قد يكون المتهم بريء والمواد خالية هذا من اي مواد، فنخلي سبيله. فاحنا يعني بعض الصعوبات ان نتأخر بعض التقارير، ويعني نحتاج الى ربط النيابة العامة بالجهات المعاونة، جهاز نظام الكتروني او نفس الجهات الاخرى، يعني على سبيل المثال دولة الامارات في زيارة رحت لها في 2010، النيابة العامة والداخلية والإدارة العامة للأدلة الجنائية التقارير توصل في أقل من 48 ساعة، يعني القضية تكون جاهزة خلال 4 أيام 3 أيام جاهزة للتصرف وتنحال المحكمة، احنا التقرير قد ياخذ أكثر من أسبوعين. هذه بعض المواجهات اللي تواجهنا خاصة في النيابة العامة، ومن أسباب تفشي المخدرات أو المؤثرات العقلية السبب الأهم هو ضعف الوازع الديني في بعض المتهمين، أو نقدر نقول المرضى هم اللي هم مدمنين، أو المشاكل الأسرية اللي تؤثر على بعض المتهمين، أو وزيادة وقت الفراغ والاستعمال الخاطئ لبعض الأدوية، قد يأتي إلينا أحد المتهمين مصروف له أحد الأدوية من العلاج النفسي، على سبيل المثال ياخذ حبة في اليوم وتلاقيه ياخذ 3 حبات 4 حبات تخلص الوصفة في أقل من المدة الموصوف لها، فيضطر انه يروح الى الجانب الخاطئ، وضعف العلم والثقافة على مدى خطورة هذا تأثر على المخدرات وزيادتها، وربطة السوء طبعا هذه من اهم المشاكل التي تؤثر على المتهمين. بس واحنا نتشكر منكم شكرا لكم.